على المشاركة فيها. تطورات عدة على الصعيدين السياسي والميداني في سوريا، أهمها أن الرئيس السوري بشار الأسد ينتظر أن يلقي كلمة في مجلس الشعب يتناول فيها برنامج الإصلاحات التي أقرتها القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. هذه الكلمة ستكون الأولى التي يلقيها الأسد منذ بدء الاحتجاجات في بلاده، ومن المنتظر أن يقدم خلالها برنامج الإصلاح. التطور السياسي الثاني تمثل بقبول الأسد استقالة حكومة محمد ناجي العطري وتكليفها تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. أما ميدانيا فقد شهدت مدن سورية عدة بينها دمشق وحلب تظاهرات حاشدة تأييدا للرئيس الأسد. مروحيات حلقت في أجواء دمشق مرافقة المتظاهرين الذين نددوا بما وصفوه مؤامرة تستهدف وحدة البلاد واستقرارها. معارضون اتهموا الحكومة السورية بتجنيد الآلاف من الموظفين والعمال في القطاعات الحكومية للخروج في هذه المسيرات. وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت 4 محامين أيدوا الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية ووضع حد للفساد. وكانت سوريا قد شهدت الاثنين سلسلة من التظاهرات المناهضة وبخاصة في مدينة اللاذقية، كما أفاد شهود عيان باعتداء الأمن على المتظاهرين في مدينة التل. ووسط ترقب التطورات عن كثب وخاصة خطاب الأسد المنتظر، يتابع كثيرون خطوات تطبيق وعود الإصلاح ومدى تأثيرها على المعادلة السياسية والشعب السوري بالضرورة خلال الفترة المقبلة. هذا وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على هامش قمة لندن إن على سوريا احترام حق الشعب في التظاهر السلمي للمطالبة بإصلاحات. كما أكدت أن المجتمع الدولي يراقب مع الشعب السوري ما ستسفر عنه الوعود الإصلاحية التي قطعتها السلطات السورية. نحن نشجب بشدة الحملة التي تستهدف قمع المحتجين في سوريا، وندعو الحكومة السورية إلى احترام حق الشعب في التظاهر السلمي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية تعود بالنفع على الشعب السوري بأكمله. ولا أرى هنا أي تناقض في موقفنا تجاه ما يجري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتجاه ما يجري في سوريا، فنحن نعتقد أنه يمكن القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية في كل تلك الدول، ونحن نأمل أن نرى السلام وأن نرى الانتقال السلمي للسلطة وأن نرى تطبيقا للديمقراطية التي تحترم حق الشعب. ونحن نراقب الآن مع الشعب السوري موقف السلطات السورية التي قطعت وعودا بالقيام بالإصلاحات، ولا سيما بعد خطوة استقالة الحكومة التي حدثت اليوم. وينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي الدكتور أحمد الحاج علي. دكتور أحمد أهلا بك. السؤال اليوم على الطاولة، هل نزع فتيل الأزمة في سوريا؟ من جهة نرى الوعود بالإصلاحات تبدو كبيرة من الوعود، نرى هذه المسيرات الحاشدة تأييدا ودعما للرئيس، ومن جهة أخرى نرى انحسار للتحركات الاحتجاجية التي بدأت منذ 10 أيام تقريبا، فهل نزع فتيل الأزمة وانتهت؟ نعم. أولا من الصعب أن نقول بأن ثمة أزمة، لأن الأزمة لها مواصفاتها ولها شروطها، وهي تقوم على حال التناقض وقطيعة مطلقة بين اتجاهين، وهذا الأمر غير موجود. لكن الذي حدث فعلا هو حق مشروع للتظاهر والتعبير عن الرأي وللمطالب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وله أسبابه هذا الأمر. وحدث أيضا ما يشبه المغالطة وما يشبه الانفعال في العلاقة في بين الطرفين وفي كيفية التعاطي مع التظاهرات التي حدثت بدءا من درعا. وحدث ما هو أخطر بعد ذلك، وقد توضح الأمر في اللاذقية من خلال وجود عناصر ووجود مندسين ووجود أصحاب نوايا سيئة ووجود خلايا نائمة تحركت في اللحظة المناسبة. من هنا نقول بأن المشهد الختامي الآن وهو خروج الجماهير كلها لتقول كلمتها ولتعبر عن رأيتها بالمعنى العام هو واضح تماما، ولذلك نستطيع أن نقول الآن بدأ زمن المسؤولية، بمعنى هذه الجماهير بالملايين هي سلاح ذو حدين، خرجت لتؤكد على ذاتها وعلى وحدتها وعلى
توحدها حول الرئيس بشار الأسد، وهذا يعني بالضرورة مسؤوليات وتبعات هامة جدا، وهذا هو الذي سوف نشتق منه ما يمكن أن يكون قد تعمق في مسألة الإصلاح. لا بد من التطوير والتحديث والإصلاح بصورة منهجية، أي أن يكون منهجا لا أجزاء فيه ولا يأتي ويغيب حسب الظرف من حيث حدته أو انخفاضه. الآن بدأت المسؤولية الحقيقية، ولذلك سنرى أن المشوار رائع وسيشهد تحولات كثيرة، ليس إجراءات وإنما تحولات، وأيضا سيكون هناك دائما هل هناك هذا يعني بعض من استضفتهم قالوا نتوقع حركة تصحيحية هذه المرة لبشار الأسد في سوريا، هل سقف التوقعات لهذه الدرجة الآن في سوريا؟ أنا من خلال معرفتي ومن خلال ذاتي أتمنى أن يكون ما سوف يحدث هو بمستوى حركة تصحيحية، لأنه قد عانينا من الترهل ومن السكون ومن الفجوة القائمة بيننا وبين الناس ومن القرارات المعلبة ومن أشياء كثيرة ومن هذه النمطية في والإيقاع في أمانة المسؤولية كثير من المسائل. وضحت فكرة، ولكن أريد أن أسألك وباختصار لو سمحت جاوبني. اليوم هناك من يقول إن ما حدث في سوريا مؤامرة خارجية بأياد إقليمية، هناك من يقول إنه احتقان داخلي، هناك من يقول إنه فجوة بين الرئيس وبين حاشيته والنظام. باختصار كيف توصف ما حدث في سوريا؟ نعم، بالأساس والرافعة الأساسية له هو الحالة الداخلية التي بدون قصد وبحكم النمط والإيقاع المتكرر والغياب عن الجماهير وعن مواكبة الشارع وعن المعايشة حدثت حالة إهمال للشارع. هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء مواطنون، ومن من الموقع الذي اجتمع حول الرئيس بالآلاف في عيد الأضحى الماضي الآن تحول هذا الموقع إلى مصدر للاحتجاج. كان يجب أن ندرك هذه النقطة، لكن أيضا تدخلت الإرادة الخارجية، وبالتأكيد هناك من لهم نوايا سيئة ومن الذين يريدون أن يحدثوا الفتنة، فكانوا ينتظرون أن يحدث أي شيء، وهذا ما دلت عليه الوقائع التي تنكشف الآن سواء عن طريق المخربين أو الأسلحة التي جاءوا بها أو عن طريق الممارسات التي يقومون بها. شكرا لك. هذا دكتور أحمد حاج علي المحلل السياسي حدثنا من دمشق. هذا وتواجه والسلام.